سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين مهنيين. كنسجل لكم من المطار. اليوم ان شاء الله عندنا طياره لكناريس. دعوا معنا نوصلوا على خير وبخير. والصراحه واحد الاحساس جميل جدا ملي كتجي للمطار، ما كتخيلي راسك غدا المغرب، واخا ما عادش المغرب دابا. واحد الاحساس غريب الصراحه ملي كتجي للمطار، والله العظيم. المهم حنا غاديين دابا، طلبوا لينا الوراق ديال اللي قطعنا باش غادي نركبوا في الطياره هما الاولين. وتبعوا معايا باش نقول لكم الاجراءات كامله لهذا الفيديو. هذا غندير لكم غير كيفاش شنو طلبوا لينا، وهذا باش تديو معلومه اللي غتكون تسافر لشي بلاصه هكا. المهم بقاو معايا ما تزابيوش تتشوفوا المراحل اللي غندوزو منها ان شاء الله بحول الله. وهانتوما معايا، وكنتمنى لكم تانتوما عطله سعيده ان شاء الله تدوزوها بخير وعلى خير. ودعيو معانا حتى حنا. اه وهنا جينا نشوفوا الوقت اللي غتخرج الطياره. المهم جينا بكري، خاصكم تجيو على الاقل 3 السوايع، ماشي على الاقل 3 السوايع احسن. وهنا غادي نشوفوا فينا هي، قالوا مع الخمسة فينا هذه اللي غنمشي ان شاء الله بحول الله. هذا هو الوقت اللي غادي تخرج غران كاناريس. كتجيو هنا تشوفوا 5 قسمين دابا، يلاه الوحده وقسمين. ولكن من الاحسن تجيو بكري، من الاحسن تجيو بكري باش تعرفوا الشغل ديالكم، يعني ترسيو راسكم باش تكونوا مهنيين. المهم البنات، دفعنا دابا دفعنا الماليطات، ودابا غادي نمشيو نعطيوهم داك البروفا ديال البي سي ار. صافي غنعطيوها لهم بان انايا، حيت انايا جالبه جوج ولادي اللي داروا هذيك البروفا بان ما فيهمش، وخرجوا مزيانين الحمد لله، داروا البروفا خرجت لهم مزيانه. دابا غادي نمشيو ندفعوا هادو ديالي وديال ولادي. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي طلبوا منا. الماليطات راه دازوا صافي. دابا غادي نمشيو ندفعوا هادو اللي قلت لكم، وغادي نتسناو حتى ندخلوا لداخل باش نتسناو الطياره ان شاء الله حتى ل5 قسمين. ولكن غنتغداو هنا حيت جينا بكري، غناكلوا شي حاجه هنا خفيفه صافي، نطلعوا بحالنا. هادشي اللي كان، الدنيا عامره البنات، الدنيا عامره. ودابا البنات غادي نزيدو، كان الريتراسادو دابا عاد غادي ندخلو. تعطلنا شويه بالحق، دابا غادي ندخلو ان شاء الله. وحنا داخلين دابا غنطلعو للطياره ان شاء الله بحول الله، نطلب الله يوصلنا على خير. ودابا غادي تطلع الطياره ان شاء الله بحول الله. المهم البنات، داز كلشي مزيان الحمد لله، داز كلشي على ما يرام. دابا بقى لينا غير نوصلوا ان شاء الله بحول الله. وانتم معايا غادي نسجل معكم كلشي، كاع داكشي اللي غادي ندوزو ان شاء الله في هاد الايام هادي، غادي نشاركوا معكم باش تاخذوا فكره اللي بالنسبه اللي بغات تمشي لهاد البلاصه اللي مشيت ليها، تكونوا خايبين فكره. هذا مكان، خليوكم معايا ما تزابطوش باش ندوزو العطله كلنا مع بعضنا. ودابا هي غادا بالصحه والسلامه، الله يوصل على خير. دعوا معنا، por favor, retiren sus auriculares. Es importante que presten atención a las instrucciones de seguridad a bordo de este avión, que podrían ser diferentes a otros aviones en los que hayan volado con anterioridad.
ودابا هي طالعة الطيارة. تيبان ليا بيض واقيلا السحاب، عرفتي كيكون مغطي كيبان بحال قريب للماء. سبحانك يا إله. هانتوما أنا وريتكم السحاب. شوفوا السحاب مباشرة. هانتوما راه السحابة غادا راه راه المراحل كلها مني طلعت حتى نزلت. الناس كيصفقوا وصلنا على خير وبخير، ونتمنى لكم حتى نتوما تكون عندكم شي عطله هكا يعني يدوز كل شيء بخير وعلى خير. صافي راه حنا نزلنا، كنا في السماء ونزلنا للارض. ايوا كتكوني في حال تتولي في حال، سبحان مبدل الاحوال. وين البنات وصلنا على خير الحمد لله. دابا غادي نمشيو للبلاصه فين كرينا. المهم هذا الفيديو غادي نخلي لكم يعني المراحل اللي دوزتها، في كيفاش قطع كيفاش دازت وكيفاش راكم شفتوا معايا، وغادي ندير معكم نوريكم هذه البلاصه فين خدينا والدار وداك الشيء باش تاخذوا فكره. وان شاء الله غدا ان شاء الله ندير شي فلوغ فين غاديين، فين جينا، فين مشينا، راكم عارفين. نوريكم المنطقه فين كاينين غادي، حيت مع كرينا الطوموبيل غنوريكم دابا من غياخذوها. وقيله غتاخذها اختي وقيله من هنايا والله ما عرف. المهم اللي داروا غادي نوريه لكم الا بغيتوا تنتوما. كيكريوها كتكري الطوموبيل كتبقاي تساري بها وصافي. هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نمشيو نشوفو. خلعتيني الصقع طيح الماليط، قفزتيني مالك. وصافي غادي
ناخذوا الطوموبيل وقيل دابا ولا ما عرفتش. المهم وهانتوما معايا تتشوفوا كاع المراحل انا كاع اللي دازت غادي نوريها لكم باش تاخذوا ديو معلومات كيف قلت لكم. خليوكم معايا. وهنا كنتسناو الماليطات يخرجوا وصافي غنهزهم وغنمشيو. المهم البنات الليل هذا وصلنا في الليل، دابا عاد غنمشيو للبلاصه اللي خدينا اللي كرينا فيها. هذا بحال شنقول لكم داك الدير بحال داك الدير ديال مراكش، زوين الشكل. المهم غنبان لكم ظلمه وغيخرج الضوء دابا ملي غندخل نوريكم مزيان. غدا ان شاء الله بالنهار غتشوفوا حسن. هذه هي البلاصه البنات، حنا كنتسناو دابا نهضروا معاهم. المهم البنات خداو المسائل بان حنا دايرين الجلبه بان ولادي ما فيهمش هذا الوباء. المهم بلا ما نهضر باش تفهموني وصافي. ودابا غادي نمشيو للبلاصه اللي عطاونا غادي نمشيو ليها. ايوا البنات وصلنا، دخلنا نجوره تتقلب في الماء وقولي بالسلام. ايوا البنات غادي نطرفوا الحوايج ديالنا اللي جبنا. كاين هنايا كيف شفتوا واحد، انا غنقلب الكاميرا باش تشوفوا. صغيوره صغيوره يعني داكشي علاش دايرين ثلاثه الناس، يعني ما كيفوتوش هنايا هاد الدويره هادي ثلاثه الناس. هذا كامبينغ مخيم زوين بزاف، في لابيسين وقريب لك البحر. بغيتي تطلعي للبحر بغيتي تبقاي وليداتك هنايا بلا بيسين الجو زوين. دابا الليل راه ما صورتش لكم على برا، حتى الغدا ان شاء الله بنهار وغادي نصور لكم داكشي يبان لكم كلشي زوين ان شاء الله. المهم انا دابا غنصور لكم غير الدار، غنقلب الكاميرا ونصور لكم الدار. انتم البنات البيت هكا فيه جوج ديال الكامات، يعني هنا ثلاثه، انا دابا كاينه غير انا وولادي. كاما الماريو، هادو البنات 300، هاد الدويره هادي 300، وكاينين مانطات وكاين كلشي. عندكم الطوموبيل بغيتو تجيبو شغلكم تقدروا تجيبو شغلكم. الماريو هانتوما فين تحطو، حنا ماشي غادي نجلسو هنايا، راه حنا غير مخيمين صافي. وكاين التلفازه الويفي، هنا كاينه مرايه. المهم البيت هو هذا، البيت صغير يعني فيه جوج كامات بغيت نقول لكم. وهذه هنايا كاينه التلفازه عاوت هنايا الا بغيتي تجلسي هنايا. وكاين هذه صوفا كاما حتى هي، كيخليو لكم هاد الصابانات وهاد الفوطات. وكيف قلت لكم كيبقى الاختيار ديالكم الا بغيتو تجيبوا شغلكم. هنا كاينه هاد الطبله هذه فين كتاكلوا، هنا كطيبوا، كاين فين تطيبوا، يعني ما يمكنش غادي تاكلوا يوميا في الزنقه، مره هنايا مره في الزنقه. هنا هذه وقيله ديال القهوه، يمكن الكوزينه هي هذه. هنايا هذه وقيلا ما عرفتش شناهي هادشي. هذه الثلاجه، ثلاجه صغيره وصافي. هنايا كاين المعنات المقيله جميله، كاسرونه هنايا ما عرفتش شناهي. المهم راكم عارفين هادشي اللي كاين هنايا. معلقات لا ما ديرش، كاين لايري البنات، كاين لايري. المهم الجو الصراحه زوين هنايا. التيراسه لا تيراس فين تنشري حويجاتك لصبنتيهم. وغدا دابا وريتكم داخل الدار، غدا غادي نوريكم ان شاء الله برا، على برا وداكشي كيفاش داير. دابا حتى الظلام على برا ما عنديش كنديرو، كديرو كيعطوكم جوج طرخيطات كتشعلوا بهم الضو. وكتش الا ما كانوش دوك الطرخيطات مش عجدو هاد البولسيره هادي كيعطيوها لكم كاملين، كديروها كتبقاو دايرينها حتى كتخرجوا، يعني ما كتحيدوهاش. هذه هي البولسيره باش كيعرفوك بان انت محسوبه على هاد المخيم اللي كاين هنايا. المهم زوين داكشي البنات، غتبقاو معايا نشوفوا الاجواء اللي غدوز هنا ان شاء الله. ودابا غنسالي الفيديو هنايا، راه طولتو عليكم، تنشارك معكم ان شاء الله الفلوقات الجايين. مع السلامه.